تعلم أن أمر الهداية وأمر الضلالة بيد الله عز وجل. كيف؟ ابن آدم من طبعه الظلم والجهل، هذا من حيث أصله. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا أراد الله عز وجل هداية شخص أعانه، من ثم فإن طاعتك منة من الله عز وجل عليك. فإذا أراد الله عز وجل هداية شخص أعانه لما علم منه من صلاح نفسه للهدى، وإذا أراد إضلال شخص لم يعنه ووكله إلى نفسه لأن نفسه ليست صالحة لهذا الهدى. ولذا قال في تتمة الآية: وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بمن يصلح للهداية. يكون أمر الهداية فضلا من الله عز وجل ومنه، ويكون أمر الضلالة عدلا منه جل وعلا، لم يطلب خلقه وفق هذا وأعانه، فهذه منة وكرم وفضل، وهذا لم يعنه وهذا عدل منه إذ لم يظلمه عز وجل. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال تعالى: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى لما ذكر أمر الهدى في سورة آل عمران: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهو جل وعلا دعا جميع عباده إلى أن يسلكوا طرق الجنة، لكن في ختام الآية الأمر كله بيده جل وعلا. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. ما الذي بعدها؟ ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالهداية منه فضل ومنحة ومنة، والإضلال منه عادل وليس بظلم. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد. حتى إرادته عز وجل ظلم لا يريدها. وقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين.